بلا سقوف مرحبا بكم مشاهدينا سهام الشمال تلويها الصليات الصاروخية الآتية من الجنوب ما كان حزب الله يعلن إنجازه في أيام يحققه في غضون ساعات إسنادا لغزة ومقاومتها ودفاعا عن لبنان وشعبه شعاع النار يتوسع إذن للمرة الأولى منذ خمس سنوات تدوي صفارات الإنذار في قاعدة عتليت على بعد 12 كيلو مترا من مدينة حيفا جنوبا الارتقاء بالنار لا على صعيد المدى الجغرافي فحسب بل بطبيعة الأهداف أيضا رغم جولات وصولات الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان وبقاعه هذه التطورات وغيرها نناقشها في هذه الحلقة الجديدة من بلا سقوف معنا فيها هنا في الاستوديو سيادة العميد المتقاعد بنادر محلل الميدين للشؤون الأمنية والعسكرية على أن ينضم إلينا تباعا في هذه الحلقة سيد هادئ بيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير وكذلك نقف عند آخر التفاعلات والمواقف في الداخل الإسرائيلي على المستوى السياسي الأمن العسكري مواقع الجبهة الداخلية مع زميلنا ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة البداية من الميدان والخارطة والقراءة وإياك سيادة العميد مرحبا بك كيف يمكن تقييم هذا اليوم عسكريا ان كان بالنسبه لاداء المقاومه المدايات نوعيه السلاح الاهداف التي دخلت على دائره الاستهدافات او المهداف للمقاومه وكيف يعمل العدو في عدوانه المستمر على لبنان مساء الخير يمكن تلخيص هذا اليوم الميداني قبل الخريطه وبسرعه لناحية العدو ما زالت مناورته هي الاعتداءات على المراكز المدنية لم نلحظ أي إجراء له بعد عسكري أو ميداني مختلف لناحية المقاومة هناك تدرج في مناورتها اليوم نتكلم عن توسع في الجغرافيا توسع في استهداف الأسلحة الأساسية للعدو وتوسع في استهداف القيادات الرئيسية وتوسع في إكمال السيطرة على بقعة أساسية استراتيجية في الشمال سوف نلاحظها على الخريطة ونحن نلاحظ على الخريطة نريد أن نقف عند الأبرز ميدانيا يعني اليوم قاعدة عتليت وحدة المهام البحرية الخاصة شطيط ثلاثة كانت ضمن مهداف المقاومة بمدى جديدة وكذلك في خصوصية هذا الموقع المنطقة بالنسبة للمقاومة اليوم نستطيع أن نقول بداية نتكلم عن عتليت هنا عتليت 12 كيلومتر كما تفضلت رامي جنوب حيفا المنطقة المقابلة لها في السابق كانت العفولة تقريبا نفس المسافة نحن نتكلم عن مسافة بحوالي 60 متر عن الحدود اللبنانية تقريبا اهميه هذا الاستهداف اليوم بمسيره في منطقه عتليت انه ياتي في خضم نقل معركه المقاومه نقلت المقاومه معركتها من الداخل العمق الرئيسي في الشمال إلى البحر وقد تكون هي المرة الأولى في هذه المواجهة يتم استهداف المناطق البحرية كان هناك استهداف لمنطقة قريبة في سكنة الشراقة هي قريبة من البحر ولكن لا علاقة لها بالمهام البحرية اليوم نتكلم عن استهداف مركز المهام الخاصة البحرية الوحدة شتيت 13 والتي لها تاريخ سابق في الاعتداءات على البنان علي. نضيء عليه هذا التاريخ هذا يعني عمليه انصاريه كانت الوحده التي علقت في الكمين وكان ضباط وعناصر الوحده الخاصه الاساسيه هذه المو... هذه النقطه او هذه المعركه هي مسجله او مدموغه في وعي الكيان، عمليه قد لا يكون قد وقع العدو في عمليه منها بطريقه الاستعلام الذي جذب عناصر الوحدة بطريقة التفخيخ المنطقة كاملة وبطريقة الاشتباك نتكلم عن ثلاث نماذج من القتال استطاعت المقاومة حينها أن تسقط للعدو عدد كبير من القتلى ضد اهم وحده ليس فقط بحريه اهم وحده في المهام الخاصه والتي تضع بتصرفها طوافات تضع بتصرفها طائرات اوكس وطائرات استطلاع بين انصاريه 97 من القرن الماضي واليوم هذه وحده المهام البحريه الخاصه باستهدافها هناك اذا رسائل وكذلك اهميه المدايات التي تحدثت عنها والامر يتوسع يعني شمشون قاعده جديده اليوم في مهداف المقاومه فادي ثلاثه صاروخ جديد ادخلته المقاومه ايضا حيز العمليات الصاروخ يعني تكلمنا عن استهداف القاعده قاعده المهام الخاصه بمسيرات بسرب من المسيرات الاستهداف كان واضحا من بيان المقاومه انه كان فعالا مثل العاده يعني المسيرات في المرحله الاخيره راميه اهدافها هي فعاله بشكل كامل لا يمكن ردها او مواجهتها الصاروخ فادي ثلاثة استهدف قاعده شمشون وهي قياده المنطقه الشماليه بالكامل التي هي خاصه بتجهيز الوحدات اللوجستيه الاحتياط الاحتياط ليس فقط لفرقه او لواء لكل الجبهه الشماليه للجولان المحتل وللاشتباك مع لبنان تاريخيا وحاضرا وهي اهميتها ايضا جغرافيه صحيح انها على غرب بحيره طبريه ولكنها قد تكون القاعده الاكثر تطر تطرفا باتجاه الشرق وباتجاه عمق الجولان المحتل، في مكان ما ربما كان العدو يعتبر انها قاعده محيده، اليوم المقاومه راميه بدات يعني هذه قواعد جديده لم يكن احد يعلمها وكانها في استعلامها هي لديها هذه المعطيات ولكنها تكتشفها وتدخلها بشكل يعني صادم على المواجهه. ربما اليوم نستطيع ان نقول وبشكل لافت يعني اليوم الثالث من المواجهه تقريبا استطاعت المقاومه ان تلامس البحر او تلامس قدره العدو في البحر، تلامس قدره العدو في المطارات في مطار مجده مع القواعد الاخرى وتلامس القيادات اللوجستيه الاساسيه لقيادات المنطقه بالاضافه طبعا نحن نتكلم عن قاعده استهداف لقاعده دادو استهداف لصفد ومحوطها بشكل كامل اساسا منطقه صفد هي استهدافها اليوم ليس بجديد ولكن أهمية وحساسية بقعة صفد أنها تحوي أهم القواعد العسكرية التي تدير معركة العدو اليوم من قواعد المخابرات قيادة المخابرات في المنطقة الشمالية قيادات الدفاع الجوي وإدارة الدفاع الجوي قيادة الفرقة الاحتياط في إليتها شاعر القريبة منها فرقة الجليل الأعلى الاحتياط وهي يعني تدير معركة العدو في النقطة الأهم في هذه المواجهة النقطة يعني أيضا كان هناك هاشتاك حتى على منصات من التواصل الاجتماعي ونشاهد هذه الصور للحرائق في صفد كان وسما اكثر تداولا صفد تحترق ونحن نتحدث عن شمال باكمله تحت صواريخ المقاومه شمال ارضنا المحتله في فلسطين في مستوطناته وقواعده يحترق وسائل الاعلام الاسرائيليه تقول انه حزب الله يحتل الشمال بالنار عندما نتكلم عن امساك من البحر حتى البحيره الطبريه ومن كل المناطق يعني منطقه حيفا منطقه عكا نهرية كل هذه المناطق حتى النكورة. بالاضافه طبعا للمناطق الحدوديه يعني حتى مع هذه المواجهه المتقدمه في العمق 50 او 60 كيلومتر ما زالت المقاومه تمسك بالمناطق الحدوديه لان الامساك بالمناطق الحدوديه اليوم هو ضروري لا يمكن يعني الـ الا, الا الاستنتاج انه يمكن العدو ان يكون لديه فكره معينه لعمل بري لذلك المقاومه تعمل في ثلاث اتجاهات في البر على الحدود هي تستهدف قواعد او منظومات الدفاع الجوي حتى اضطرت لاستهدافها في مناطق في الضفه الغربيه يعني العدو ركز منظومات الضفه الغربيه لكي يحمي تل أبيب لكي يحمي القواعد البحرية الساحلية المتقدمة لأنه يعتبر أنه في حمايتها من منطقة قريبة 40 كيلومتر تقريبا عن تل أبيب تكون حماية فعالة لذلك المقاومة سارعت واستهدفت منظومات القبة الحديدية في الضفة الغربية تقريبا يعني في منطقة جنين أو يعني شمال جنين في هذه المنطقة وكانت تدوي صفارات الإنذار بالأمس في أم الفحم أيضا في إشارة لما تتفضل به نعم. حيث يعني وصلت على هذه النقطة. العمليات طيب سياده العميد انت اضات على نقطه غايه في الاهميه، ان يعني كان بالنسبه لفهم اليه عمل واداره المعركه والعمليات بالنسبه للمقاومه الاسلاميه في لبنان حزب الله والتي وصلت الى اكثر من 15 عمليه، اكثر من 400 صاروخ في هذا اليوم، بانه في اليه عمل تحسب من اي سيناريو لعمل عمليه بريه اسرائيليه. كيف يمكن رصد ذلك سيناريوهات ذلك بينما ما يقوم به عسكريا اسرائيليا حتى الان جيش الاحتلال يعني نتحدث وكيف تط... يعني نرى اداره العمل ميدانيا بالنسبه للمقاومه الاسلاميه في لبنان حزب الله في البدايه عندما حصلت حصل الاعتداء الالكتروني على الاجهزه البيجر والاجهزه كان محتمل جدا ان يواكب العدو عمليته بعمليه بريه لانه يعتبر ان ضربه الاجهزه ربما تسبب ارباك سريع كان ممكن هذا الموضوع هو مازال واردا ولكن اليوم إذا أجرينا مقارنة أو نظرة شاملة لاستهدافات العدو الكاملة في كل لبنان، نحن نلاحظ أن الاستهداف يصل إلى منطقة بعلبك، إلى منطقة الهرمن، إلى منطقة كل مناطق تاريك. هنا منطقة النابشيت تقريبا والتي حصلت فيها مجازر. المناطق الداخلية سحمر، مناطق الدلافة، طبعا مناطق الحدودية الأساسية ما زالت تتعرض ولكن بنسبة أخف، بالإضافة لكل المنطقة التي هي جنوب الليطاني مع شمال الليطاني حتى يعني تلال جبل صافي وجبل الريحان تقريبا في هذه المنطقه أوه. التركيز هو هو على هذه المنطقه هناك نوعين من تركيز الاعتداءات للعدو تركيز نقول انه عشوائي يستهدف مدنيين هذا اساسي وبنسبه كبيره تركيز على مناطق يعتبر انها ربما ترتبط بالمقاومه في مكان ما، وتركيز على الاوديه الاساسيه، هو يعتبر حتى لو لم يكن لديه معلومات دقيقه، يعتبر ان الاوديه التي يستهدفها مثلا وادي زبقين في هذه المنطقه، وادي الحجير في هذه المنطقه، وادي الزهراني، وادي الزهراني القريب من منطقه فرتبنيت، وادي يحمر، كل هذه الاوديه التي يعتبر انه يمكن ان تكون فيها انفاق او قواعد لاطلاق الصواريخ المتوسطه، هو هو يستهدفها بطريقه استباقيه هذا لناحيه الاعتداء ولكن نحن نلاحظ يعني سوف نضيء على الخارطة التي يمكن أن تظهر الفكرة الرئيسية من أي خطر لعمل بري للعدو نلاحظ راميا هذه الثغرة الأساسية بريا انطلاقا من منطقة الخيام فركلا وصولا الى منطقه الخردلي نهر الليطاني، بمجرد ان العدو يصل الى هذه المنطقه يستطيع ان يفصل منطقه جنوب الليطاني لان النهر نهر الليطاني جغرافيا يعني كل مناورات الجيوش عاده تستعمل الانهر للفصل ولا يستطيع ان يحميه من الجو بالمسيره. تبقى هذه الثغرة هي الثغرة الأساسية وتاريخيا كان هناك محاولة في عام 2006 بمحور بين الخيام ليصل إلى الطيبة ويدخل باتجاه وادي الحجير هذا المحور نجح ولكنه تعرض لدبابات في سهل الخيام وتعرض وتعرضت دباباته في وادي نجاح ولم يستطع الاكمال ويعني ارفقه بانزال على منطقه فرون وعلى منطقه الغندوريه لكي يحمي وحداته المتقدمه هذا المحور او هذه المناوره اذا تكلمنا عسكريا هي ليست بعيده اولا هناك قصف لدى العدو قدره كبيره على القصف وعلى الاعماء يستطيع ان يحمي نهر الليطاني او ان يفصل نهر الليطاني من الجو بالمسيرات عليه فقط ان هذه نعم. الثغرة أن يدخل منها ويستعملها هذا هو محور أساسي ومهم لأن نرحب بسيد هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير انضم إلينا إذن في بلا سقوف سنتحدث كثيرا عن الجانب السياسي لكن سأبدأ فيما نلتقطه من رسائل المقاومة التي يمكن أن نقف عندها في هذا الأداء اليوم في المواجهة مع الاحتلال والتصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان نتحدث عن فادي ثلاثة يدخل المعادلات او حيز العمل العسكري نتحدث عن البيانات التي تصدر من المقاومه هذه المره لافته في الشكل والمضمون شكل البيان الذي صدر وان يكون دعما لغزه قبل أيضا دفاعا عن لبنان <applause> فرق الألوان بين اللون الأحمر دفاعا عن لبنان واللون الأصفر دعما لغزة مستوى العمليات الذي تخطى الخمسة عشرة عملية فادي ثلاثة مديات جديدة قاعدة شمشون نتحدث عن شطيط أيضا 13 وحدة المهام الخاصة البحرية في قاعدة عتليت ماذا تقول المقاومة من رسائل ولمن ترسلها أولا أن المقاومة تفصح عن مرحلة التحضيرية ومرحلة التمهيدية في القصف وفي الرد العدو قال أمس جالانت يعني عبر عن أنه المقاومة لن تستطيع استهدافنا بالصواريخ المتوسطة المدى نحن دمرنا هذه القدرات آه الإسرائيليين مستعجلين جدا هليفي قال نحن لدينا هدف عاجل لإعادة المستوطنين المقاومة تعمل بهدوء وبتأني رغم الضغط الكبير ورغم الخسائر المدنية وبدأت ترسل رسالة للإسرائيليين أن بنك الأهداف التي تم استهدافه فاقد الصلاحية وبالمعلومات أن ما ضرب كل هذه الأهداف التي ضربت الإصابات الفعلية في بعض القدرات غير الاستراتيجية لم تتجاوز الخمسة بالمئة من القدرة الفعلية أما على مستوى القدرات الاستراتيجية فليس هناك أي إصابة حتى الآن رغم كل هذا العصف والقصف هذه صوره البيان الذي كنا نتحدث عنه في الاشارات التي في الشكل والمضمون وفي جانب يعني البيان هناك وكانه مظروف يعني يوضع في صندوق البريد لذلك وقفنا عند سؤال عن الرسائل في الدلالات وانت اشرت الى كاننا نجهز لمرحله جديده واصرار المقاومه دعما لغزه كعنوان اساسي ومن ثم الحديث عن دفاع عن لبنان عمليا ما حصل سمح للمقاومه باسناد غزه بشكل مضاعف عما كان في السابق رغم الخسائر في الجانب اللبناني ولكن عمليا دخلت عمليه الاسناد في مرحله جديده كليا لم تكن م. تستطيع ان تدخل اليها او تبداها المقاومه قبل هذا اليوم او قبل امس تحديدا صار الاسناد اليوم مؤثر جدا في المدن الكبرى في الشمال في القواعد الاساسيه حجم النيران الذي انطلق ولا نزال في البدايه لم تدخل الصواريخ الثقيله لم تدخل الصواريخ البعيده المدى او الدقيقه لم تدخل صواريخ الكروز ايضا ولكن اعلان ان بدء الرد ايضا على الاعتداء الذي حصل امس قد بدا اليوم، امس كان هناك امتصاص للصدمه، استيعاب لحركه النزوح وتقدير للموجه والاتجاه والنوايا الاسرائيليه وفي اي اتجاه هم يريدون الذهاب واليوم حصل تقدير موقف باعتقادي وبدا الان اعلان ان نحن اصبح لدينا التصور وسيبدا الاجراء وسنبدا بالتدريج حتى الان يعني حجم الصواريخ او عدد الصواريخ التي اطلقت هي متواضعه وهذا يشير الى انه لا نزال في ردود تحضيريه او عمليات تمهيديه للردود الحقيقيه لان المقاومه قدرتها على اطلاق الصواريخ بالاعداد وبالاحجام وبالانواع كبيرة جدا وبدأنا نرى تدريجيا هي بزيادة عدد الصواريخ أكثر من 400 صاروخ في هذا اليوم الحديث عن التكلفة أيضا الاقتصادية بأنه يوم العدوان الاثنين الإسرائيلي على لبنان تكلفته 650 مليون شيكل أي ما يعادل 173 مليون دولار وهذا أيضا مهم ويمكن هي من المعلومات أنه ساعة طيران واحدة ستة 16 تعادل 40 ألف دولار ربما هذا أيضا يعطي بعض التفاصيل عن مدى الكلفه الاقتصاديه وفرقها يعني بالنسبه للكلفه بالنسبه للمقاومه الاسلاميه في لبنان هو جانب لا يكتسي اهميه كبرى لكن لديه اهميه بحرب الاستنزاف حيث وصلت بعد حوالي سنه من بدء هذا العدوان ان كان قطاع غزه والان على لبنان سياده العميد نريد ان نقف عند نقطه تفضل بها السيد هادي قبيسي من خلال اداء المقاومه عسكريا هل يبدو بان المقاومه يعني فعلا تعرضت لما يشيع اليه الاحتلال بانه ضربات لمنصات ارجعها الى 20 سنه الى الوراء ما قبل البيجارات واللاسلكي والعدوان على الضاحيه وقاده الردوان هل يمكن وضع ذلك في المقاربه في الميزان؟ هل هذه المقاومه تاثرت بشكل او باخر انطلاقا من ادائها؟ عندما عرضنا رامي على الخارطه المراكز التي استهدفت والتي تم التحكم بها يعني كنا نتكلم عن استنادا لبيانات من المقاومه واستنادا ايضا لمعطيات من داخل الكيان وسائل الاعلام او حتى جيش الكيان اصلا كل هذه المنطقه التي اشرنا اليها هي هي الاساس البنيه العسكريه الاساسيه جغرافيا للعدو، بعد هذه المنطقه وصولا الى حدود الضفه الغربيه نبدا بشريط ضيق ساحلي يصل تل ابيب بمنطقه حتى غزه تقريبا، المنطقه الاساسيه نلاحظ انها يوجد فيها اربع او خمس قواعد للطيران مع القدره البحريه كامله هي في الشمال، قواعد التخزين، قواعد الاطلاق كل قدرة العدو وبنيته العسكرية هي اليوم تحت صواريخ ومرمى المقاومة. نحن نتكلم عن اليوم الثالث. كما يبدو نشاهد مناورة مدروسة ومتصاعدة. مدروسة بالاستهدافات. مدروسة بالتحكم. يعني أن تضع المقاومة أو أن تضع مخططا لي الاستهداف القطبة الحديديه لكي تمرر صواريخ معينه ان تضع مخططا لكي تستهدف النقاط البحريه كما راينا اليوم لكي تامن من اتجاه البحر في عمليات خاصه كل هذه النقاط لا. تدرسها المقاومه في مناوره متكامله شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات المفيده سياده العميد شارل بنادر محلل مدينه الشؤون الامنيه والعسكريه في بلا سقوف ومشاهدينا في اخر خطاب له امام الجمعيه العامه للامم المتحده قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان الحرب الشامله في المنطقه ليست في مصلحه احد ودعا الى استكمال اتفاق وقف اطلاق النار بشان غزه Let me close with this. الحرب الشاملة ليست في مصلحة أحد وحتى مع تصاعد الوضع لا يزال الحل الدبلوماسي ممكنا وفي الواقع يظل هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن الدائم للسماح للسكان من كلا البلدين بالعودة إلى منازلهم على الحدود بأمان وهذا ما نعمل بلا كلل لتحقيقه وبينما نتطلع إلى المستقبل يجب علينا أيضا معالجة تصاعد العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية وتهيئة الظروف لمستقبل افضل بما في ذلك حل الدولتين. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال من جهته ان غزه تحولت الى اكبر مقبره للاطفال والنساء في العالم بفعل الجرائم الاسرائيليه منتقدا الدول التي تستمر في تقديم دعم بلا لا مشروط للاحتلال، كما حذر من ان تل ابيب تهدد بجر المنطقه الى حرب خدمه لمآرب سياسيه. Ey insan hakları örgütleri! ماذا تنتظرون لايقاف شبكه القتل هذه اي الحكومه الاسرائيليه التي تجر المنطقه برمتها الى حرب من اجل مستقبلها السياسي الدعم اللامشروط الذي تحظى به اسرائيل من قبل حفنه من الدول هو ما يسمح لها بالاستمرار في ممارساتها الذين يدعمون وقف اطلاق النار يواصلون ارسال الاسلحه الى اسرائيل خلف الكواليس ونعود من جديد إلى السيد هادق بيسي لا أدري إذا كان يمكن أن نقف عند مشهد منصة جمعية في أعمال يعني جمعية العمل الأمم المتحدة من اعتلاها موقع القضية الفلسطينية ما استمعنا إليه من مواقف وأهمية ذلك بالنظر إلى ما وصلت إليه التطورات خصوصا على مستوى العدوان الإسرائيلي في لبنان الامريكيين كان لديهم موقف واضح في الشهر الاول من الحرب دونوا بايدن بمقال في الواشنطن بوست وقال نحن لا نريد حماس ولا مثيلاتها في الشرق الاوسط، هذا بشكل واضح، وقال صحيح؟ عباره اخرى نحن لا نريد وقف اطلاق نار انما نريد وقف اطلاق نار للابد في الشرق الاوسط، وهذا يعبر عن مشروع للاستفاده من الظرف الذي كان قائما انذاك واستكمال الهجوم على باقي فصائل المقاومه. عمليا ما يحصل الان هو عمليه عسكريه حرب جويه في اتجاه لبنان ويحاذر الاسرائيلي من الذهاب بها الى حرب شامله بمعنى أن تكون كل الجغرافيا تحت الاستهداف، كل الجغرافيا اللبنانية، أن تكون المنشآت الحيوية تحت الاستهداف، وأن يكون هناك استهداف واسع ومتعمد للمدنيين كما حصل استهداف بشكل نقطوي وواسع كما حصل في مستشفى المعمداني أو في مستشفى الشفاء أو في أماكن أخرى، الآن هو يستهدف المدنيين ولكن بشكل متوزع. إذا الإسرائيلي الآن يحاذر العمل تحت هذا السقف وكان يراهن لأن بنك الاهداف سيخوله ممارسه ضغط كبير على المقاومه ويذهب الى التفاوض ويكون هنا كلام بايدن بمعنى انه نحن اذا لم تتجاوب مع ما نريد نحن قد نذهب الى حرب شامله يعني ليس مصلحه احد انه نحن جاهزين وارسل حامل الطائرات وصرحوا امس أن نحن نرسل الاسلحه الى اسرائيل ونحن سنقف الى جانبها دائما ويقولون أنه نحن لا نريد الحرب هذه السياسه الامريكيه منذ بدايه الحرب المعنى هو واحد، إذا أردتم أن نخفض القصف فعليكم أن تعطوا نتنياهو ما يريد. م. النتيجة التي تبدأ الآن من اليوم بالتحول وهي أن جبهة الإسناد بدأت تتحول إلى جبهة تقود القدرات العسكرية لجيش الاحتلال وإن كان الآن بشكل طفيف، لم تبدأ بشكل فعال ولكن القدرات المكشوفة لجيش الاحتلال، مخازنه ومطاراته وقواعده ستتعرض لقصف كثيف فيما لقواعد المقاومة وقدراتها الاستراتيجية والصاروخية لم يستطع الإسرائيلي كشفها حتى الآن فسيكون التوازن مختلف ومعكوس والنتائج معاكسة ولذلك التقييمات اليوم وكلامها ليفي نحن لسنا مستعجلين أو نحن مستعجلين ولكن رفض مفهوم الحل الدبلوماسي الذي تطرحه الولايات المتحده الامريكيه عندما قال هاليفي بانه لن يكون هناك هدنه في لبنان بما معناه لن نعطي كما قال انه يعني حتى يلتقط حزب الله انفاسه كما يعني اراد ان يقول وبالتالي ياخذنا ذلك للسؤال عن العمل يعني السياسي او الدبلوماسي على الساحات الدوليه لذلك كنا نحاول ان نجري يعني تقييما منصه الامم المتحده الى اي حد قد تفضي الى ذلك او في عمل جدي انطلاقا من بايدن و كل من تناوب في هذا اليوم من ممن جاءوا الى لبنان هل يمكن استشراف ذلك لاسي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لودريان حتى الان رسالة تاتي تاتي على خلفيه ان لبنان لا ينبغي ان يشارك في طوفان الاقصى وهذا امر لا يتعلق بلبنان ويتعلق بالقضيه الفلسطينيه وليس لحزب الله دور اقليمي مقبول في هذه الناحيه هذه الحركة التي تحصل وعلى أساس أن نتنياهو لديه مشكلة هي السكان في الشمال ويحق له إعادتهم إلى هذه الأرض المقتصبة التسوية هي فصل الجبهات مفهوم تسوية عند الغربيين فرنسيين أو إلمان أتوا أيضا تحدثوا وأيضا الأمريكيين هم يريدون فصل الجبهات بكل وضوح ويهددون بما جرى ويرجي أمس بالنسبة للمقاومة ما حصل البوست اللي شرطيله دفاعا عن لبنان الدفاع اللبناني بدا من 8 اكتوبر لأن العدو عندما انطلق بالهجوم تجاه غزه كان يفكر بالعدوان على لبنان في حينها وما حصل خلال طبعا حصل الكلام بين بين جالنت ونتنياهو ولكن ما حصل خلال عام ايضا غير المنظور لانه ما فعله الاسرائيلي دون ضوابط ودون سقوف يهدد لبنان بشكل رئيسي دوله محاذيه لدوله معاديه الدولة المعادية منذ 2006 ومنذ 2000 ايضا تخطط لغزو لبنان وهناك خطط منشوره يعني اطلعت على 25 خطه عبريه منشوره لغزو لبنان والاعتداء على لبنان ولشن مباغتات عسكريه تجاه لبنان. اذا الدفاع عن لبنان بعد طوفان الاقصى اصبح مساله مهمه جدا وملحه جدا وما يفعله الاسرائيلي اليوم لو فعله عن طريق المباغته العسكريه كما كان يحضر لا. وكما حاول خلال الحرب السوريه ايضا ستكون له اثار كبيره وخطيره جدا. بالنسبة للمقاومة موقف الإسناد مع غزة هو موقف لبناني يتعلق بالأمن القومي اللبناني صحيح. أيضا بحث بشكل مباشر وبالتالي فصل الجبهات أصبح له معنى أخر غير قابل للتنفيذ حتى يعني ولو بجملة يعني لدريان لم عندما خرج من لقاء رئيس ميقاتي لم يدلي بتصريح فهم بشكل او باخر بانه اشاره سلبيه، هل هناك معلومات ما الذي حمله؟ يعني الورقه هي فصل الجبهات باي طريقه ما الذي يعرض على لبنان ولو بشكل سريع نعم هناك امر اخر اضافه لفصل الجبهات كلام عن المنطقه العازله او اخراج قوات الرضوان وبعضهم تحدث عن اخراج قوات حزب الله من ال10 كيلومتر المحاذيه لفلسطين المحتله. طبعا هذا دعوه للاحتلال يعني. دعوة للسماح للمحتل بالدخول وهذا الكلام بعيد كليا عن الوقائع العسكرية والميدانية الجارية حاليا والوقائع العسكرية الجارية حاليا يجب أن نرى أثرها على الجبهة الداخلية في إسرائيل والتفاعلات كذلك على المستوى الأمني والعسكري. اسمح لنا من انطلاقا من ذلك أن نشرك معنا زميلنا ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة منضما إلينا من بيت لحم ناصر. العناوين البارزة في وسائل الإعلام الإسرائيلي وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. صفة تحترق. حزب الله يحتل الشمال بالنيران. كيف يمكن أن نقيم واقع الجبهة داخليا انطلاقا من ذلك على اهميه هذه الجبهه. تحياتي راميه. اولا تقييم الجبهه الداخليه الاسرائيليه يجب ان يكون كل يوم بيومه، لا يوجد تقييم ثابت ولا حتى عند الامن الاسرائيلي. اثنين العناوين تختلف لان العناوين استهلاكيه انتخابيه داخليه ونتنياهو معني بعناوين والجيش معني بعناوين. وللسكان هامش محدد وليس كثير بعض المقتطفات من التذمر والاحتجاج وكما يبدو تماما بأن الدخول إلى هذا العدوان على لبنان كان بإجماع إسرائيل إذا اعتقدوا بأن هذا سهل وهذا يمكن أن يكون بالضربة القاضية وهناك من أوحى لهم بذلك الجيش الأمن نتنياهو مكتب نتنياهو لكن يتضح أن الأمر أصعب بكثير مما اعتقدوا وأن تجربة 2006 كانت مجرد بروفة لتعاظم القوة ولدقة الصواريخ اعتقدوا بأن ضرب النخبة وتفجير البيجر واللاسلكي قد يقضي على حزب الله ويصفي فلول هاربة لكن النتيجة كانت أنه الدائرة اتسعت بحيث أن الخبراء العسكريين يقولوا أنه يسيطر على النيران وأن وضع معادلة على الطاولة أساسها إذا ضربتم بيروت أضرب تل أبيب وبالتالي الجيش الإسرائيلي لا لا يريد أن يضرب بيروت حتى الضحية الجنوبية يختار أهداف للاغتيال كما يفعل في الضفة الغربية طريقة قتال الإسرائيلي وقصفه للبنان وخصوصا بيروت يشبه ما يفعل بالضفه الغربيه، اكبر من معركه واقل من حرب لغايه الان، والخبراء يؤكدون بانه الجبهه الداخليه الاسرائيليه تسال نفس الاسئله التي يسالها كل انسان، الى اين ذاهبون؟ واليقين غير موجود، وكذلك حتميه الانتصار في هذه الحرب غير موجوده، رويدا رويدا شاهدنا بان نتنياهو قال اؤجل سفري يوم لأمريكا حتى أتمكن من حل قضية المواجهة مع حزب الله وهذا كان قبل خمسة أيام لغاية الآن لم يسافر ومن مكتبه يقولون ربما يلغي السفر بسبب هذه الحرب الجمهور الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية في جهة الأهداف الاستراتيجية في جهة والأهداف العسكرية في جهة لغاية الآن حزب الله ضرب الأهداف العسكرية بعض الأهداف المدن، الأهداف الاستراتيجية لم يضربها، وبالتالي في يد حزب الله أوراق كثيرة انطلاقا من ذلك ناصر لانه صحيح هناك تداعيات مباشره من منذ طوفان الاقصى على الاحتلال وعلى جبهته الداخليه ان كان على المستوى الاقتصادي على المستوى الامني على مستويات عديده لكن الجانب العسكري بمعنى ان نرى صواريخ ان نرى تدمير يطال يعني يتلامس مباشره مع المستوطنين الان ياخذ بعدا اوسع عن ما كنا نشاهده في الشمال تحديداً على خصوصية غزة لذلك الآن يمكن أن نرصد وقعاً بشكل او باخر او تداعيات على الجبهه الداخليه اذا ما توسع الامر فيما كنت تشير اليه في اخر نقطه ناصر، انطلاقا من ذلك نريد ان يعني نبرز هنا موضوع النزوح، يعني الهدف الاساسي لمقالة اسرائيل هذا العدوان على لبنان هو لاعاده سكان الشمال، الان جنوب الشمال ينزحون باتجاه تل ابيب، هذه الحركه كيف نرصدها ونرى تاثيراتها واحتمالات التوسيع وبالتالي التاثيرات الاوسع على المستوطنين. اذا تسمحين لي رامي ان اخرج وافكر خارج الصندوق. لو نزح ألف من جنوب لبنان، لو نزح مليون سيعود بعد الحرب مليون وربع. وبالتالي لا يوجد شيء اسمه هجره او عند اللبنانيين، هو انتقال مؤقت للحرب او اخلاء ساحه الحرب لاسباب زمنيه محدده، لكن الاسرائيليين بحسب تقديراتي ومتابعاتي ما بين هجرة مؤقتة ودائمة خرج من إسرائيل هجرة مؤقتة ودائمة أكثر من مليون إسرائيلي أكثر من مليون مستوطن هجرة دائمة أعتقد أن الرقم أكثر من 350 ألف وبالتالي المتبقي 650 ألف أيضا يفكرون بهجرة دائمة إذا سنحت لهم الفرصة وبالتالي حساب الأمر لا يمكن ان يتم الان بل بعد حين فيما يتعلق بغزه لو رفعوا الجيش عن نتساريم سيعود الى شمال غزه اكثر من السكان الذين كانوا من قبل وهذا فرق في ديناميكيه الامر الان يستخدم نتنياهو صوره النزوح على الصفحات الاولى اللبنانيين ينزحون الى بيروت بعض الصحف قالت اللبنانيون ينزحون الى سوريا لانه يريد اعطاء ابره مورفين لجمهور المستوطنين الذين كانوا يتظاهرون ضده انه يعني وحده بوحده، لكن اعتقد في هذا ظلم للصوره وتحميل لها اكثر مما يجب، الامر اخطر من هكذا بكثير، الجبهه الداخليه الاسرائيليه لغايه الان تسال لماذا يعني يضرب نتنياهو راسه في الحيط اذا قصفت تل ولا يهتم اذا قصفت نهاريا وكريات شمونا وازديروت كان شارون صاحب عبارة دين نتساريم مثل دين تل أبيب وانسحب من نتساريم في غزة وبالتالي ما يقوله السياسيون الآن لا يعكس الجبهة الداخلية بل يعكس ما يريده المسؤولون من الجبهه الداخليه الاسرائيليه. تبقى معنا ناصر اذا لديك اي تعقيب سيد هادي قبيسي ونريد ان نبحث المآلات انطلاقا من هذا الواقع يعني مثلا بني غيتس يتحدث انه لم تعد اولويه اعاده المخطوفين وهذا يفترض ان نضعه في الحسابات طالما وصلنا الى هذا المستوى من العدوان الاسرائيلي في لبنان اي مسارات سنراها طالما بدأ طوفان الاقصى من غزه هل النهايات ستكون في لبنان ام ماذا؟ هليفي قبل قليل قال انه نحن لا نريد تجريد حزب الله من سلاحه وانما نريد ضرب قدراته الاستراتيجيه. هناك يعني عمليه تضليل استراتيجيه يبدو, أن, الاسرائيليين يبدو ان هناك عمليه تضليل استراتيجيه تعرض لها الجيش الاسرائيلي والاستخبارات العسكريه الاسرائيليه لان القدرات الاستراتيجيه لم تصب باذى خلال كل هذا القصف حتى الان. وبالنسبه لقصف الضاحيه مقابل تل ابيب، تل ابيب لا يمكن قصفها بالصواريخ الصغيره. صواريخ بعيدة المدى وزن طن المدى المتفجرة صواريخ دقيقة وفرط صوتية يعني سنكون أمام مشهد مختلف ليس مثل قصف الجليل الذي يمكن بالكاتيوشا أو بصواريخ فادي أو صواريخ متوسطة المدى إذا هم الآن أمام مشكلة أساسية هم افترضوا أنهم يضربون قدرات الاستراتيجية ويأتون لمواجهة ضاغطة وعاجلة وسريعة تدفع بحزب الله إلى التراجع والقول أن نجد حل وسط الآن هم في مأزق ويحاولون الخروج من هذا المأزق إذا اندفعوا إلى الأمام سيجدون تل أبيب تحت النار وإذا تراجعوا فهذا يعني تراجع في غزة وفي لبنان أيضا الدعوة إلى إعادة النازحين أو هذا المشكل أو الشعار الأساسي إعادة المستوطنين إلى الشمال طيب الآن المستوطنين كانوا يطالبوا بإزالة التهديد طب هو الآن يقول أنا لا أستطيع ترجيد حزب الله من قدراته إذا لا تستطيع ترجيد حزب الله من قدراته لا تستطيع إبعاده عن الحدود وبالتالي المشكله ستتفاقم مع مزيد من النازحين، مع مزيد من القصف، مع مزيد من التدمير وبالتالي العمليه كلها الان بحاجه لمراجعه استراتيجيه، لديهم الان وقفه لاعاده المراجعه واعاده النظر بكل الاهداف، واعتقد انه لديهم بعض الاوراق سيلعبونها خلال الايام القادمه لكن قريبا سيصلوا الى افلاس العمليه، الضربه القاضيه لم تصب اهدافها وبالتالي هم بحاجه لاعاده نظر ووضع استراتيجيه جديده. للمواجهه طيب يعني الحديث الان انه بنيامين نتنياهو سيغادر غدا الى نيويورك في غياب تطورات امنيه مهمه بالذي يفهم من ذلك في ما نصده حول المآلات وعلى اعتبار اشرت انه المقاومه ترتب الامور للناس اولئك الذين اضطروا للنزوح امام وحشيه العدوان والاغال بالدم ترتيب امورهم يعني استقرارهم لانه امام عدو مجنون يمكن كان ان يستهدف الناس بالطرقات وبالتالي ذلك يعني اننا امام امر ما تعده المقاومه ان نسمع انه لا يوجد تطورات امنيه مهمه يدفع بنيامين نياهون للمغادره هن وقعوا بخطا كارثي هو ب7 اكتوبر عندما طلبوا من المستوطنين الخروج من مستوطنات خط الصراع نحن في القرى الاماميه في الخيام وفي عيتارون سقط شهداء وجرحى خلال هذه العمليه الان لا يزال السكان في القرى الاماميه موجودين هم مستعجلين وايضا لم يستطيعوا ممارسه الضغط على المستوى النفسي انه النازحين يطلعوا يقولوا نحن صار لنا سنه هلا عندهم النازحين بيقولوا نحن صار لنا سنه هون عندنا بحاجه أن يعطوا وقت لمشكله النزوح انه يقولوا شوف النزوح شو بده يطلع اصوات من هذا مثل حرب تموز كانوا يروحوا الناس ليسمعوا اصوات تعطيهم امل انه في ضغط على المقاومه في ضغط على قياده المقاومه وممكن تتراجع خلينا نكمل بعتقد هذا الانسحاب من المشهد من قبل نتنياهو سيعطي وقت لهذه المشكله ليشوف انه هل يمكن انه يوصل لنتيجه؟ هل يمكن انه يراهن على الوقت؟ ام لا البيئه كما جربوها طوال 40 عاما ستكون بنفس الوضع، يعني يمكن نعمل وقف سياسي لدراسه الاثار والتاثيرات النفسيه والسياسيه لما قام به عسكريا وفشل فيه عسكريا، يريد انه يستفيد منه على مستوى اعطاء الزمن ياخذ نتائج. شكرا جزيلا لك سيد هادي كويسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير على المشاركه معنا بلا سقوف وفي ذات الاطار مشاهدين على وقع العدوان الاسرائيلي على لبنان لا عوده لسكان الشمال الى مستوطناتهم ولا امان لمستوطنات جديده دخلت في دائره نيران حزب الله في ظل تشكيك خبراء في بيانات الجيش الاسرائيلي التي تتحدث عن القضاء على قدرات حزب الله. هذا تقرير الزميله منال اسماعيل. ما يقارب مليوني إسرائيلي دخلوا دائرة نيران صواريخ حزب الله والصمت السائد في أزقة وشوارع المستوطنات الفارغة يعكس بالضبط الخوف والهلع الذي يتملك المستوطنين في حال عدم وجود سياحة في صفد تنهار كل الأعمال كل شيء مغلق نحن في حال اكتئاب اعتداءات الجيش الاسرائيلي الوحشيه على قرى ومدن الجنوب والبقاع بذريعه القضاء على قدرات حزب الله الصاروخيه شكك فيها بل كذبها خبراء عسكريون اسرائيليون قالوا انهم في المؤسسه الامنيه والعسكريه يبالغون في الحديث عن استهداف قدرات حزب الله الذي لا يزال يملك زمام المبادره ويتحكم بالميدان <applause> اعتقد ان الكلام الذي تقولونه هنا في الاستوديو لطيف الاستماع اليه وهو اكثر تفاؤلا من حقيقه الوضع نحن لسنا قريبين حتى من بدايه تدمير قدرات حزب الله لديه نحو مائه الف صاروخ اذا دمرنا ثلاثين الفا يبقى لديه سبعون الفا هذا سبعه اضعاف ما كان لدى حماس نحن بعيدون جدا جدا عن الوضع الذي وصفتموه هزيمه حزب الله وسلب قدراته <applause> يجب ان اكون اكثر اعتدالا واكثر تواضعا، لا يزال لدى حزب الله قدرات على اطلاق كميات صواريخ قصيره ومتوسطه وبعيده المدى وحتى مئات الصواريخ الدقيقه. اعتقد ان القول بالقضاء على 50% من قدراته غير صحيح. من قال ذلك مخطئ وواهم، وبهذا الكلام لا يخلق ثقه من قبل الجمهور ومع تغير وجه المعركه بادخال حزب الله ملايين الاسرائيليين في مهداف نيرانه بحسب محللين اسرائيليين دعا خبراء المستويين السياسي والعسكري الى عدم الغرور فعلى الرغم من النجاحات التكتيكيه لا تزال اسرائيل من دون استراتيجيه ولا يزال حزب الله قادرا وفقا لهم على اطلاق صليات صواريخ ثقيله ومؤلمه في اتجاه الجبهه الداخليه الاسرائيليه ناصر انطلاقا من هذا الواقع كان بنيامين نتنياهو قد اعلن بانه لن يذهب الى الامم المتحده للمشاركه في اعمال الجمعيه العموميه للامم المتحده ومن ثم عاد عن ذلك كان في حديث انه هناك من نصحه والطرح الان بانه ما من تطورات امنيه مهمه تدفعه للذهاب للمشاركه ما الذي يبحث عنه بنيامين نتنياهو على منصه الامم المتحده وهي ليست الكونغرس الامريكي الذي يستطيع ايباك ان يتحرك ان يعمل على حشد تصفيق بشكل او باخر له المشهد سيكون مختلفا هذا ايضا ما تحفل به بعض الاقلام في الاعلام الاسرائيلي فما بالك في خارجها صحيح صحيح الامم المتحده ليست ملعبة وكلمته هي قبل الاخيره صفه رئيس وزراء وليس ملكا ولا رئيس ثانيا هو في قفص الاتهام في الامم المتحده وعلى هامش ذلك مطالبه لاهاي باعتقاله سيكون هروبا اذا لم يحضر واذا حضر سيكون محتميا بالهيمنه الامريكيه والجبروت الامريكي وليس اكثر من ذلك اذا كان لا يستطيع ان يقنع الاسرائيليين فكيف سوف يقنع شعوب العالم نقطه ثانيه هو يخشى من المعارضه في الداخل اكثر مما يخشى من الامم المتحده هو قلق لا يسافر ليس لانه لا يحب السفر هو وزوجته ساره بل لانه قلق من شركائه ومن حلفائه وشكاك ويخشى من ان تنقلب الصوره عليه فلا يعود رئيسا للوزراء بقاؤه هنا ليس من باب حبه للعمل وانما شك في جميع من حوله وهذا مؤكد يضاف الى ذلك حزب الله ليس لكم سائغه م. حزب الله يملك قدرات لم يستخدمها وتجربه 2006 ظلت اسرائيل تروج انها سوف تسحق حزب الله وتنهي عن الوجود في اليوم الثلاثة عشر. ذهب احد الصحفيين الاسرائيليين عمر وكتب على الصفحه الاولى في يد عوتا حرنوت ذهبت الى لبنان وجدته مجيري وفي النهايه نعرف من الذي يفوز وبالتالي قال انه الجيش الاسرائيلي والدبابات في مرمى حزب الله وانقلبت الصوره، لا نزال في الايام الاولى من الحرب. نتنياهو يحاول وهي نقطتي أخيرة يحاول ان يعرف للاسرائيليين ما معنى النصر لسبب واحد، لانه لا يريدهم ان يعرفوا معنى الهزيمه. ناصر ماذا بعد؟ هذا العدوان يعني يوم الاثنين كان هناك عدوان اسرائيلي كبير على لبنان كان عنوانه الدم الإغال بالدم في المدنيين هي الضربة الحقيقية كانت ضربة على المدنيين لا نتحدث عن الجانب العسكري لأن أداء المقاومة يجيب عن ذلك لكن كان في ضربة كبيرة على المدنيين ماذا بعدها؟ ما الذي يطرح في إسرائيل في هذا الإطار خصوصاً ونحن نرى حديث بانه لم يعد الاولويه مثلا كما قال جانتس اعاده المخطوفين كما يوصفون اولا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا اعتقد بان المخابرات الاسرائيليه لديها آه هذه العبقريه بل لديها مساعدات لا يمكن تخيلها من الولايات المتحده الامريكيه والمخابرات الفرنسيه والايطاليه والالمانيه والانجليزيه والتشيكيه بالمطلق وبالتالي في قضية التفجيرات في لبنان هذا مستحيل أن يكون جهد إسرائيلي وحيد أو أو يعتمد على الذات. اثنين هو كان يتمنى أن يسجل أي مفهوم من الانتصار باغتيال شديد هو يريد أن يغتال قيادة حماس والسنوار في غزة يفعل كل شيء من أجل الاغتيال لحسن نصر الله اغتيال اسماعيل هنية لا يبدو هدفا عسكريا اسماعيل هنية شخصية سياسية وشخصية رمزية ورئيس وزراء سابق وبالتالي ليس هدف عسكري ما الإبداع في اغتيال سياسي في هذا الموضوع ظل منقوصا مفهوم نتنياهو عن نفسه تجاه النصر وهذا ما لم توفره له رغم الضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان اعتقد انه على نتنياهو ان يجيب على العديد من الاسئله سواء ذهب الى الامم المتحده او لم يذهب لكن في النهايه هو عليه ان يعرف ما هي الهزيمه اذا كان كل العالم معه وطائرات الاف 35 التي قدمتها امريكا والصواريخ والصواريخ المقنبله والتي تضرب جوف الارض كل هذا معه ولم يحقق انتصار على مخيم لاجئين مخيم جباليه فكيف يمكن ان نتخيل حرب شامله او حرب اقليميه؟ شكرا جزيلا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتله كنت معنا من بيت لحم مشاهدينا سننتقل واياكم الى القاهره لنعرض هذه المشاهد لمسيره شبابيه في شارع التحرير في وسط العاصمه المصريه القاهره دعما للمقاومه في لبنان ورفضا لهذا العدوان الاسرائيلي على لبنان وكذلك دعما لغزه في وجه حرب الاباده الاسرائيليه المرتكبه نتابع اذا هذه المشاهد يا مصر طفا يا مصر يوم يا في لبنان ونرفعنا في <applause> لبنان مصر لسه حيه كمان <applause> مصر لسه حيه كمان يا مصر الله يا حبيب <applause> يا مصر الله يا حبيب اضرب قمر خليك اضرب قمر خليك القاذفة أمريكية القاذفة أمريكية والجريمة صهيونية والجريمة صهيونية يا حكومة عربية بهذا نصل إلى ختام بلا سقوف إلى اللقاء